وكنا في جهاز الشباب بنعمل يعني مسابقات لشباب الشعراء من مختلف يعني الفئات، وطبعا ده تكلمنا للاسف ان شاء الله يعني كل هذه يعني شعراء الشبان بقى هم في الاول. انما انا يعني لو سمحتوا لي استخدم بقى بعض الخبرات اللي انا اكتسبتها. احنا قعدنا ساعتين وشويه، لا يمكن يا استاذ اسلم، احنا في ضوء الظروف العالميه النهارده لابد ان نهتم بالجانب الخاص بالصحه، وهذا عشان ننشئ شعراء ونعد علماء ونعد قاده، لابد ان نهتم بالصحه. فاسمحوا لي اقول روشته كده، روشته اولا يجب ان يعني نهتم بالنوم بحيث ان احنا ننام مش اقل من 8 ساعات، بحيث ان ده وانا بقول لكم انا ما يمكن ما نقدرش نعمل بعد كده اساتذتي التغذيه. كل واحد فينا له نظام غذائي خاص بيه، والنظام الغذائي ده يتناول كل القضايا الخاصه بيه، الفيتامينات والبروتينات والمعادن، فدي حته مهمه جدا في ضوء الظروف السنيه بتاعتنا وفي ضوء ظروف الواقع. بعد كده اساتذتي يقول لك ايه؟ علشان موضوع الكورونا نغسل الايه؟ عاطفي، يعني نظام الايمان. نلبس كمان معلش انا لابسها والله بس السنه. بعد كده الحاجه المهمه الثانيه تلعب رياضه. زي ما قالت الاستاذ. يعني ايه رياضه؟ العب كوره؟ ابقى لعيب رفع اثقال؟ فانا عامل برنامج استاذنكم في المرحله القادمه نقدمه لحضراتكم في ضوء لما تقول لحضرتك اللغه الرياضه. انا كنت عامل دراسه حول اللغه الرياضه. عندنا حروف كلنا نقعد لو سمحتوا ده الحرف الاول. لو قمنا وقفنا وعندنا بقت كلمه. طب الجمله اللي هي مجموعه من الانشطه المختلفه اصبحت جمله. طب القواعد اللي هي يا استاذ الاخلاق والجانب الخاص بالصحه. لاي رياضه تدرب الاخلاق والروح الرياضيه، واديكم شايفين النهارده ماذا يعني نرى من الجماهير والناس، حاجه يعني انا يعني حزين وبريء من كل هذه الافكار غير الجيده. بعد كده القواعد الثانيه قواعد صحيه. اي رياضه تضر بالصحه مرفوضه. لو هو يلعب ويتكسر ويقع ومش عارف ايه يبقى في خطر. فانا عامل دراسه حول الوقايه من الاصابه في المجال الرياضي. نيجي بقى حضراتكم جميعا لو سمحتوا واحنا ماشيين نخلي بالنا احسن الواحد فينا، وانا حصلت معايا مره الواحد لا قدر الله يقع في البيت، سيدات كتيره جدا من سن كبير معلش سامحوني يقف في الحمام وبتاع وبتجيب فيها مشكله نظرا لايه؟ انا بقول حاجات واقعيه وشفتها بعيني، بيقع في الحمام وبالتالي الاصابات، وطبعا السن الكبير صعب جدا الايه؟ العلاج. فبالتالي ارجو ان احنا عندي برضه بعض البرامج الخاصه الوقايه من الاصابه. لما نطلع السن لو حسيت بالنهجان لو سمحت توقف بس واحنا قاعدين دلوقتي ممكن ناخد نفس عميق كلنا لو سمحت ده عشان ايه؟ وهنزل بنعملها لاساتذتي مره كل ساعه واثنين بحيث واحنا قاعدين ضهرنا مدني فالرئتين لا تاخذ الايه؟ حقها من الاكسجين وبالتالي ما يوصلش للجسم. حضرتك وانت بتعمل يعني بتكتب شعر او بتكتب داخلي لابد سيادتك مشكورا تبقى يعني قاعد وانت ذهنك متوقف بحيث ان لو الحاله الصحيه كويسه لو التنفس منتظم يبقى معناها كويس. نحن نتنفس يا اساتذتي 25 50 ألف مره في اليوم. عارفين القلب بيعمل كم مره؟ 100 ألف مره في القلب. طالما كنا على غايه الحياه وربنا يديكم الصحه جميعا. طب مين اللي بيشتغل في العمليه دي؟ حاجه اسمها القلب والرئتين. طيب مين اللي بيستفيد؟ كل اجهزه الجسم. عندي الجهاز العصبي. عندنا 360 عظمه. بس في اسمنا. طبعا المعلومات دي يا اساتذتي طبعا انا بستاذنكم. احنا في ضوء التكامل المعرفي. كل الناس الاطباء المثقفين العلماء دول لابد طبعا يعني علماء اللغه دول يكونوا متفاهمين مع بعض. انا لا يمكن اكون كويس في تخصصي الا اذا تعلمت من تخصص الاخر. لان في مساحه بين كل تخصص وبعض.
فبالتالي هنعمل دلوقتي ان شاء الله في المرحله القادمه ورشه عمل لمده 5 دقائق 10 دقائق. يعني كلنا دلوقتي لو سمحت كلنا نعمل كده. طب نرفع ايدينا فوق. طب ننزلها تاني. طب ممكن نقف بس نقف بس ونقعد تاني بس. انا مؤاخذه انا اسف. انا قاعدين فوق طبعا. ونقعد تاني. انا لو حضرتك يعني كرمتيني ان انا اتكلم ارجو ان كل اللي انا قلته يعني له اي فائده من اي نوع. والله يا فندم. وان شاء الله يعني نسعد بيكم دائما ونرجو ان احنا لما نتكلم عن الجانب الرياضي الروح الرياضيه. وانا عامل دراسه حول الروح الرياضيه في الملاعب وخارج الملاعب. المناقشات يا سيادتي في كل البرامج، تبص تلاقي بيختلف معايا في الرد مشكلة فوق، لما اتعود ان انا اخد الراي الاخر فانا عامل دراسه ارجوك يعني اجابات وديه الحوار البناء والحوار التصادمي. كيف نتعود الحوار البناء؟ استاذ انت قلت فكره وانا قلت فكره، هم مختلفين، طب تيجي نمزجهم مع بعض ويطلع فكره جديده بتاعت مين؟ Thank you.